سبحان الله، هذا في من قدم قول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مع أن لهما سنة متبعة على قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. في رواية: إنهم ليسوا يعبدونهم. تحقيق التوحيد في الألفاظ: إنهم ليسوا يعبدونهم. نعم. ظن عدي رضي الله عنه أن العبادة هنا الركوع والسجود، وهي عبادة مقيدة بماذا؟ بالطاعة. نعم. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت أيضا هنا غير الراوي، أيضا جعلها يعني في الصيغة الأخرى. نعم. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه. العبادة هنا مقيدة بالطاعة. نعم. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. نعم. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبين الإيمان الصادق والإيمان الكاذب. المؤمن حقا يحكم الشريعة، والمنافق نسأل عافية السلامة لا يريد تحكيم الشريعة، خاصة فيما يتعلق بأمور الدنيا. نعم. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نعم. ولهذا يقول الآن يعني عن أنفسهم أننا نحن أهل الإصلاح، قالوا إنما نحن، الأصل يقول من المصلحين، لا، حصر الصلاح فيهم. وبعض الناس قال: إذا أنا لا أعرف الحق لا أدري من يعرف الحق. سبحان الله. نعم. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب. نعم. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. يعني ما يبغي هؤلاء؟ هل أرادوا حكم الجاهلية المبنية على الجهل والسفه القبح؟ ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن حكما من الله، لكن عند قوم لديهم يقين وإيمان صادق بالله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم. هذا الحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، لكن بعض العلماء يضعف هذا الحديث. نعم. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. نعم. هذا تفسير الإيمان الصادق والكاذب. نعم. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. إذن هذا إيمان كاذب، هذا نفاق. نعم. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل: نزلت في رجلين خصومة. قيل هذا تمريض من المؤلف، تضعيف لهذه الرواية، يعني هذه الرواية ضعيفة. نعم. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال: للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذا على اعتبار أن القصة ضعيفة. إذا اعتبرنا أن القصة صحيحة، لا يمكن أن عمر رضي الله عنه يقيم الحدود دون الاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم. استأذن ثم بعد ذلك ضرب عنقه. نعم. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. انتقل الآن إلى القسم الثامن، وهو الأسماء والصفات. لابد أن نؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة، ومنه توحيد الأسماء والصفات. باب من جحد، الجحود الإنكار، والإنكار إما إنكار تكذيب بأن يرد الأدلة من الكتاب والسنة، ولو رد حرف واحد يكفر نسأل عافية السلام، وإنكار تأويل يتأولها، فهذا إذا كان له مسوغ في اللغة العربية هذا لا يكفر لكن على خطر عظيم، لكن إذا كان ليس له مسوغ هذا يكفر لأنه في الحقيقة إنكار. نعم. على أي اعتبار؟ نقول: آمنا وصدقنا وسلمنا، إثبات وتنزيه، والمعاني معلومة، والكيفية علمها عند الله،
والسؤال عنها بدعة قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية، أي يكفرون بتسمية الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم لا بالمسمى، لأنهم أقروا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق منفرد بالربوبية. نعم. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا أحد يكذب كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا تحدث الناس بأشياء لا يدركوها هذا معناه أنك قد يؤدي هذا الكلام إلى التكذيب دون أن تشعر. ولهذا هل معنى هذا أنه لا نحدثهم بشيء؟ لا، نحدثهم بكل شيء، لا، نتدرج معهم. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات. نعم، استنكارا لذلك، يعني انتفاض منه كان أنه ما أراد أن يقبل هذا. سبحان الله، والأصل أن يقول آمنت وصدقت وسلمت وأثبت لله سبحانه وتعالى إثبات يليق به سبحانه وتعالى. نعم. فقال استنكارا لذلك فقال: ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء أو ما خوف هؤلاء؟ لماذا؟ قال: يجدون رقة عند محكمة ويهلكون عند متشابه. الأصل أننا نرد المتشابه إلى المحكم ونقول آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم. فقال: ما فرق الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم. فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ انتهى. نعم، نؤمن بكل القرآن. نعم. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن، أي بتسمية الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، يعني أنكروا الصفات. فمن ينكر الصفات فقد وافق أهل الجاهلية. نعم. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. الآن شرع في القسم التاسع قبل الأخير، وهو أطول قسم في الكتاب، فيه المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وركز على كفر النعمة. لماذا؟ لأن النعمة ابتلاء، كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا فهي ابتلاء، امتحان، اختبار، تنجح أو تقصر. كيف تنجح؟ تنجح بأمرين والله أعلم. قبل أن تأتي النعمة لا تتعلق إلا بالله، لا حكام ولا رئيس ولا أمير ولا ملياردير ولا علماء، وماذا صنع لنا العلماء وماذا صنع لنا أهل الخليج. الجنة لا تطلب إلا من؟ من الله. كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. بعد أن تأتي النعمة تشكرها بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. الآن في الجوال عندنا بعض الرسومات كذا يرسلوا أحيانا، يعني كذا يعني تمام اتفقنا، وكذا يعني دعاء، وكذا يعني هذا بجدي واجتهادي وأنا صنعت هذا وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل، وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. وقال: نحن أغنياء، أنا من عائلة عرفوا بالغنى. لا، كان المفروض يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. نعم، هذا كفر للنعمة عندما يقول كذا، أو يقول بجدي واجتهادي وأنا محقوق به. نعم. يعرفون نعمة الله ثم اجتماع الضدين في القلب. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عوف بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. الأصل يقول لولا الله وحده، هذا أعلى مرتب، أو يقول لولا الله ثم فلان. نعم. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا بشفاعة آلهتنا، هذا شرك. نعم. وقال أبو العباس رحمه الله: بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. نعم، كيف ما يشكر الله سبحانه وتعالى؟ نعم. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. هذا يقع عندنا في هذه الأيام عندما تنزل الطائرة، إيش أصنع؟ يصفق ويصفق، المفروض قل الحمد لله، صحيح؟ أي نعم، لكن التصفيق وتصفير نعم. أحيانا نزل الطيارة طيارة الآلي أصلا، نعم، فيضحك أحيانا هذول يعملوا في الطائرة، يضحكوا على هؤلاء.
الله المستعان. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أراد بهذا الباب أن يبين الند، الشبيه النظير والمثيل، شرك أكبر. قال ابن عباس في الآية رضي الله عنهما: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. الحلف بغير الله والحلف اليوم بالأمان، يقول أمانة عليك، هذا حلف بغيره، حتى لو ما قال والأمان، يقول أمانة عليك، أو في رقبتي أو في لحيتي أو في شيبتي أو بعمري بحياة أمي، كذا كله حلف غير الله. بلعون يقول عندكم ممكن، نعم بلعون، هذا حلف غير الله. نعم وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. نعم وقول الرجل لولا الله وفلان، لا لولا الله وحده أو لولا الله ثم فلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله يقول أنا شرك. بالله وبك أيضا، نعم شرك. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، يقول لا تسألني شرك. بفلان لا تجعل فيها فلان، لا تسألني بفلان لا أردك. نعم هذا كله من شرك، رواه ابن أبي حاتم. نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هو لا يحب هذا ولا يحب هذا، لكن أراد أن يبين للناس خطر الشرك، أنه أخطر من الكبائر. نعم وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم الكراهة عند السلف التحريم. نعم باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، لأن الآن الحالف ذكر حلف وأكد الكلام الذي ذكر بذكر معظم عندك وهو الله سبحانه وتعالى، فإذا كنت تعظم الله لا بد أن تصدق هذا الحال، وتعظيم الله سبحانه وتعالى له علاقة بالتوحيد، مفهوم؟ نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم إلا إذا تيقن كذبه، يعني هو كاذب 100%، هذا لا نصدقه. نعم باب قول ما شاء الله وشئت، يعني النهي عن قول ما شاء الله وشئت، وأنها من الشرك الأصغر وقد تصل إلى الأكبر. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. نعم. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. نعم ينبغي أن على كل من قيل له ما شاء الله وشئت أن يقول أجعلت الله ندا، نعم احتج بالشرك الأكبر عن الشرك الأصغر. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم، يعني لأنكم لأنتم القوم، يعني نعم القوم، كلمة يرد بها المدح. نعم